كتير جدا اتكلمنا مع بعض وقلنا ان صندوق النقد عندما جاء الى مصر بكل هذه الديون على الحكومة المصرية وعلى النظام المصري لم يعطي مصر كل هذه الاموال عبثا، وانما جاء ليتحكم في مقاليد الامور. وانت رايح له وانت عيان ومستدان وعايز فلوس وبتعمل كل حاجة بيقول لك عليها مقابل انك تاخد منه الفلوس والقروض اللي انت عايزها. فبالتالي عندما تحدثنا ان صندوق النقد الدولي يتحكم في مقدرات مصر ويتحكم في مفاصل مهمة جدا في الشأن المصري، والله لم نقل هذا الكلام بلا دليل، وإنما خرجت الحكومة لتدافع عن هذا الأمر مرارا وتكرارا وتقول أنه ليس هناك علاقة لصندوق النقد في رفع الدعم عن المحروقات، ولا رفع الدعم عن رغيف الخبز، ولا رفع الدعم عن الكهرباء، وأن هذا قرار مصري سيادي خالص. كان عندنا صندوق وما زال موجود اسمه ايه؟ صندوق مصر السيادي. الصندوق ده لا يجرؤ اي مسؤول في مصر، ولا الرقابة الإدارية، ولا البرلمان، ولا اي من كان ان يسأل هذا الصندوق عن اي شيء، لا مين رئيسه، هيجي ازاي، يمشي ازاي، الصندوق في كام، فلوس اللي فيها تروح فين، جت منين. محدش يعرف حاجة عن صندوق مصر السيادي. وصندوق مصر السيادي ليست أهميته فقط في اسمه كصندوق مصر، ولكن في الصناديق التابعة لصندوق مصر السيادي، لأنه ليس هناك صندوق في مصر إلا وهو تابع لصندوق مصر السيادي. واللي معاه المفتاح بتاع الصندوق واحد بس، عبد الفتاح السيسي. فصندوق النقد النهاردة، شوف بقى، لا رقابة إدارية ولا حد قدر يسأل، ولكن صندوق النقد عايز أوريك بقى قد إيه هو يعني واصل وإيده طايلة. النهاردة صندوق النقد بيتحكم في من يجلس على رئاسة صندوق مصر السيادي، ويقول ده يمشي وده يقعد، لا ده أداؤه مش عاجبنا، لا انت لازم تعمل لنا تغيير ولازم تعمل لنا حاله وبتاع والكلام ده كله. الكلام ده لو انا اللي بقوله لك ممكن انت تقول ايه؟ والله العربي بيبالغ، العربي بيتكلم كده من عنده بتاع الكلام ده كله. هقول لك لا يا باشا، بص يا باشا. في ثلاث مصادر لرويترز اتكلموا في هذا الموضوع. وقالوا ايه؟ قالوا ان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ايمن سليمان استقال من منصبه بعد أقل من 5 سنين من تعيينه لأول مرة. وريوترز قالت إن استقالة سليمان كانت متوقعة. كانت إيه؟ متوقعة. وفي مصدر حكومي قال إن القيادة السياسية في البلاد، وأنتم طبعًا تعلمون من هي القيادة السياسية، تريد الاستعانة بوجوه جديدة في مناصب رئيسية في إطار تعديل وزاري أوسع. طيب حلو قوي الكلام ده. المصدر طبعا لم يذكر اسمه لكي يحافظ على نفسه، وقال اوعوا تفتكروا ان سليمان اخطا او ان سليمان يعني هو اللي ارتكب اخطاء فبالتالي هيمشي او بتاع او الكلام ده كله. لا، ده مصر ارادت ان تقدم صوره جديده لصندوق النقد، وأرادت أن تقول لصندوق النقد أنها تجري بعض التغييرات الجذرية والمهمة، وأن سليمان ده المفروض كان يتنحى من منصبه. ده المصدر الحكومي اللي قال هذه الكلمات وصرح بها. طيب في مصدر تاني في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهو مصدر مطلع كما وصفه الخبر، قال إيه؟ أن الحكومة طلبت الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وخد بقى الجملة دي عشان هي دي الخلاصة بتاعت الحكاية كلها، طالبت الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان بتقديم استقالته من منصبه بعد، واللي جاي ده مهم جدا، بعد أن تلقى التوجيهات من صندوق النقد الدولي بضرورة إحداث تغيير جذري في أداء الصندوق. ياه،
شفت صندوق النقد واصل لحد فين؟ شفت صندوق النقد يعرف يعمل ايه؟ هل صندوق النقد ممكن يريحنا كشعب وكناس ويغيرلنا حاجات كتير قوي نفسنا نغيرها؟ ايده طايله يعني لحد ما احنا نتمنى ولحد ما احنا عايزين؟ ولو عايزنا والله نساعده في اي حاجه احنا تحت امر صندوق النقد لو هيخلصنا من القصه دي كلها، بدل ما هو ايده طايله كده. ده وصل لصندوق مصر السيادي يا جماعه، وصل لصندوق مصر السيادي. وصول صندوق النقد لصندوق مصر السيادي ده مؤشر مهم يخلينا نقول احنا عندنا طلبات كتير جدا من الصندوق كشعب مصر. طيب اذا بهذه الصوره وانت بتقرا الخبر يا احمد، هذا الخبر تم نشره في موقع امريكي، موقع الحره، وايضا نقلا عن رويترز الوكاله الكبرى ذات المصداقيه، وكان هذا الخبر منشور قبل ان يتم اعلان استقاله ايمن سليمان. نعم. اذا تقريبا هناك مصداقيه حقيقيه لما جاء في هذا الخبر. طبعا. رقم اثنين، بهذا الشكل تم اقاله ايمن سليمان ولم يتقدم باستقالته. طبعا. رقم ثلاثه، لانه طلب منه. رقم ثلاثه، صندوق النقد هو من اقال ايمن سليمان قولا واحدا. ده حضراتكم احنا قلناه مرارا وتكرارا. عفوا. قلنا لحضراتكم سابقا ان للاسف صندوق النقد الدولي اللي هذا النظام حط مصر كلها بين ايده اصبح يتحكم في القرار المصري. القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوظيفي ايضا. قلنا ان بيسلب السياده الوطنيه. قلنا كده صندوق النقد هو من يدير البلاد بحسب مفاهيم. ولابد تقول لي هو صندوق النقد ده سعادتك حيادي؟ لا طبعا مش حيادي. الدول المانحه اللي حاطه فيه مليارات الدولارات اللي انت بتقترضها لها اهداف ولها توجهات ولها مصالح ولها سياسات. ادي صندوق النقد الدولي بيجبر رئيس الصندوق السيادي والسيادة الله وحده ان اقيله هذا الرجل. طيب هو مين الصندوق السيادي؟ مين المهيمن عليه؟ القرار في ايد مين؟ وليه سموه سيادي؟ لان القرار في ايد عبد الفتاح السيسي. فلما يجي صندوق النقد الدولي يملي قراره على راس النظام ان قاعد مين يشيل مين، اذا هو نفسه اصبح مامور باوامر صندوق النقد الدولي وفرمانات وشراطات واملاءات هذا الصندوق اللي قلناه سابقا لحضراتكم. خد عندك بقى المعلومتين دول. المعلومه الاولى ان هذا الصندوق الصلاه على النبي كده اول ما عملوه حطوا فيه 100 مليار جنيه اول فتحه كده، يعني دي كلها امال المصريين، دي كلها اصول المصريين، املاك المصريين. شوف بقى ساعتك النهارده في نفس الوقت نقلوا اصول 13 وزاره، 13 وزاره اصولها مبانيها وانشاءاتها ودوينها وكل الارض التابعه ليها. ادي 13 وزاره وجهه حكوميه موجوده في قلب القاهره نقلوها كلها الى صندوق مصر السيادي. منها ايه بقى حضرتك؟ منها وزاره الخارجيه، وزاره العدل، وزاره التعليم، وزاره الصحه، وزاره النقل، وزاره الماليه. كل ده نقلوه من العاصمه الاداريه وخدوا المباني بتاعتهم الاثريه في وسط البلد واحلوها لصندوق النقد. طبعا احلوا لي برضو مبنى جامعه التحرير انا فاكر كويس جدا جدا والعديد. اذا هذا الصندوق فيه مليارات الدولارات، فمليارات المصريين. ده الصندوق ده كمان ايمن سليمان اللي تم اقالته ده طلع مره قالك هنعمل منه ثلاث صناديق كمان فرعيه، صندوق خاص بالزراعه والصحه والتعليم. كان الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله، يعني بعد 9 شهور كان في حمل وقدر ان هو ينجب ثلاث يعني صناديق اخرى. صندوق بهذه الخصوصيه اموال المصريين ومئات المليارات من الجنيهات والدولارات ممكن جدا جدا تصلح احوال شرائح كبيره. يعني عايز اقول لك مثلا الاعمال التعليميه الان اللي بيتكلم عنها اللي مطلوب سعادتك توظف 100,000 مدرس على الاقل خلال 5 سنوات، ففجوه العجز دي 500,000 تقدر انت تهدرها شويه، تضيقها شويه. النهارده ممكن هذا الصندوق يقلل لك الفجوه دي.
انما انت حتى الان احنا كمصريين واحنا رغم ان هذا الشعب هو صاحب هذه الاموال وصاحب الاصول ما يعرفش اي حاجه عنه، لا مصروفات ولا عارف واردات ولا في شفافيه عن الارقام الحقيقيه ولا في مراقبه شعبيه او مراقبه برلمانيه ولا في مراقبه من جهاز المركز المحاسبات ولا قايلين اي حاجه فيها شفافيه عن هذا الصندوق. دي اموال المصريين واملاك المصريين، ليس من حق كائن من كان ان يتحكم فيها. وادي ساعتك اهوت اقاله رئيس الصندوق، بكره هيعينه واحد تاني ما تعرفش جابوه ليه وعشان ايه. انما دي مصيبه وكارثه ان رويترز تعلن الخبر وبعديه ثلاث ساعات يتم اقاله الرجل، وثم يبقى التصريح الحقيقي من مصدر مطلع بيقول لك ان تم اقالته باوامر وتوجيهات صندوق النقد الدولي.